توتر ميداني يخيم على طول حدود قطاع غزة، فقد توغلت 5 جرافات عسكرية إسرائيلية ودبابة في أراضي المزارعين لمسافة محدودة شرقي بلدة بيت حانون شمالا، وبدأت بعمليات تجريف في المكان وسط إطلاق نار كثيف، فيما قام جنود الاحتلال بإطلاق النار صوب المزارعين المتواجدين في أراضيهم الزراعية بذريعة أمنية. واضح تماما أن حكومة الاحتلال تريد أن تصدر هذه الأزمة التي تعيشها على المستوى الداخلي الإسرائيلي من خلال تصعيد الاعتداءات في الضفة الفلسطينية وتوسيع هذه الاعتداءات لتشمل قطاع غزة في محاولة لاستدراج الفلسطينيين إلى مربع دموي جديد. وفي عمق البحر يتعرض جمعيتين لاعتداءات متواصلة، فقد فتحت زوارق الاحتلال الإسرائيلي نيران رشاشاتها تجاه قوارب الصيد في بحر السودانية شمالاً. إطلاق النار جاء في المساحة المسموح الصيد بها. إسرائيل ادعت أنها انسحبت من قطاع غزة، ولكنها فرضت حصار شامل عليه برا وبحرا وجوا، وحولت قطاع غزة إلى معتقل كبير، وبالتالي هذا يصنف في القانون الدولي شكل من أشكال العقاب الجماعي وإلحاق الابتزاز والضرر والأذى بالفلسطينيين على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى المعنوي. ومع استمرار ممارسات الاحتلال مع الفلسطينيين، يبقى سكان القطاع يخشون من لحظة يصبح التصعيد فيها أمرا واقعا. أما أن التصعيد هو السبيل الذي يسعى وراءه الاحتلال الإسرائيلي هنا في قطاع غزة، ويرى المراقبون أن التوتر الميداني سيبقى سيد الموقف والهدوء هشا في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية رغم التفاهمات المعلنة مسبقا. سعاد الإمام، تلفزيون دولة الكويت، غزة فلسطين.